أشاد المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بالمضامين المهمة والعميقة التي تضمنتها الكلمة السامية التي وجهها جلالة ملك البلاد المعظم للقاء التشاوري 18 لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى. وثمن المجلس ما أشار إليه جلالته رعاه الله من روابط تاريخية عميقة تجمع بين دول مجلس التعاون وعلاقات تعاون راسخة تقوم على المساعي الجادة لتقريب الرؤى. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد رفع المجلس أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام جلالة الملك المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى العائلة المالكة الكريمة وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين وإلى الأمة الإسلامية جمعا. كما هنأ المجلس جلالة ملك البلاد المعظم بمناسبة حصول مملكة البحرين على جائزة أفضل مكتب لشؤون الحجاج ضمن 3 دول حصلت على أعلى نسبة رضا من حجاجهم لموسم الحج هذا العام، وذلك ضمن جائزة لبيتم التي تمنحها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. مشيرا المجلس إلى أن هذه الجائزة تأتي تتويجا لجهود مملكة البحرين بقيادة جلالة رعاه الله وبمساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تسيير شؤون حجاج بيت الله الحرام من مواطنين ومقيمين. وأعرب المجلس في هذا السياق عن تقديره العميق لجهود السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في خدمة الحجاج والزائرين وحرصها على تقديم كافة أوجه الرعاية والعناية لأداء شعائر الحج على أفضل وجه. وفي سياق منفصل ندد المجلس بتكرار جرائم حرق المصحف الشريف والتعدي على حرمته في بعض العواصم الأوروبية، مناديا بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وعاجل لوقف مثل هذه الإساءات المتكررة، مضيفا أن تكرار مثل هذه الأعمال الآثمة والبغيضة يجدد التأكيد على الدعوة السامية التي أطلقها جلالة الملك المعظم لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية جميع صورها. إلى ذلك أشاد المجلس بما يليه جلالة الملك المعظم من رعاية ودعم كبيرين للمواسم الدينية ومنها موسم عاشوراء في إطار حرص جلالته على تأكيد ريادة مملكة البحرين في مجال كفالة الحقوق والحريات العامة، مقدرا في الوقت نفسه الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات الأهلية المعنية لإنجاح موسم عاشوراء. كما رحب المجلس باعتماد نتائج خريجي الفوج الأول من طلبة كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية، معربا عن تقديره العميق لجهود مجلس أمناء الكلية وهيئتها الإدارية والتعليمية، سائلا الله تعالى لهذه الكلية ومنتسبيها دوام التوفيق والنجاح.